مساء الخير، عاملين ايه؟ معاكم ايا محمد في فيديو جديد، وصفة جديدة، وهي وصفة الحلوى التركي او حلوة السميد. هنعمل الاول الشربات او سيرب الحلويات. هنا هحط كوبايتين سكر، وهحط قدهم بالظبط كوبايتين ميه. بعد كده هعصر نص ليمونة. بعد كده بقى هبتدي اقلبهم على البارد لحد اما دي يدوبوا خالص، السكر يدوب كده يختفي من الميه. بعد كده هرفعها على النار. بعد كده بقى هنبتدي نحضر الحلوة. معايا بقى هنا المقادير ايه؟ كوباية زبادي، وبيضاية واحدة، ونص كوباية زيت، ومعلقة سمنة أو مكعب زبدة، يعني المتوفر عندك في البيت، مش مهم أي حاجة، ونص كوباية سكر بودرة، وواحدة فانيليا، ومعلقة بيكنج باودر، ونقلبهم بقى كويس مع بعض. اقلبهم كويس زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تبقى معايا بالشكل ده. بعد كده هنزل بالسميد ده خشن كوبايتين. هو انا استخدمت كوبايتين ونص، بس حطيت الكوبايتين دلوقتي والنص هنستخدمه بعدين. وكوبايتين دي بس هنزل بيهم تدريجيا علشان العجينة ما تبقاش لا طرية ولا ماسكة قوي. اهو لحد ما نوصل القوام ده، هم كوبايتين دقيق بالظبط. بعد كده هنبتدي ندهن الصينيه هنا زيت. هعملها بقى كده هنا كور وسط، يعني مش صغير قوي. هنا بقى هجيب نص كوباية السميد اللي كنت ركناها على جنب، وهبتدي اعمل العجينة فيها كده بالشكل ده. هعملها بقى كله بالنظام ده. وهنا بقى لما خلصت زي ما انتوا شايفين اهي، والعجينة كانت متماسكة، اللي هو مش همسكها مثلا ان هي طرية، لا
زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. هنا بقى دخلتها الفرن، قعدت بالظبط 20 دقيقة، تلت ساعة. هنا كان السيرب بتاعي خلاص جهز، والصينية لسه طالعة من الفرن. هبتدي بقى ان انا ازقيها بقى. خليها بقى كده شوية في السيرب، بعد كده هقلبها الناحية التانية علشان تتشرب، وهفضل بقى اقلب فيها كده اللي هو ايه، علشان يعني لحد ما تتشرب خالص. اول حد ما بقت بالشكل ده، انا طلعتها من السيرب خلاص كانت اتشربت بس، وطعمها الصراحة كان تحفة وجميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس، وان شاء الله نتقابل في وصفة جديدة. مع السلامة.